والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. ليلى عمر والتفاصيل، تفضلي ليلى. شكراً محمد، شكراً سحر، ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن التشغيل التجريبي للرصيف الجديد بعد تطويره بميناء العريش بطول 915 كيلومترا باستقبال أول سفينة يتم شحنها بمساعدة إنسانية لدولتي تركيا وسوريا، لتكون أول قافلة يستقبلها ميناء العريش البحري. من جانبه، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن سفينة الإمداد المصرية قد غادرت ميناء العريش التابع للمنطقة، محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات والتي تم شحنها من الرصيف الجديد. ويستقبل التشغيل التجريبي للرصيف الجديد خلال الأيام المقبلة عددا من السفن لحين افتتاحه رسميا، ومن المتوقع انتهاء مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش خلال الربع الأول من عام 2024. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورقة سياسات جديدة لمتابعة مشروعات النقل والمواصلات للوقوف على التحديات القائمة بهدف التحول نحو نماذج أكثر تنوعاً وقدرة على دعم أنماط متعددة من التنقل المستدام. كما تهدف السياسات الجديدة للتنقل المستدام إلى تحقيق عاملي السرعة والراحة، وكذلك الوصول إلى تكلفة اقتصادية ملائمة للمستخدمين. كما استعرضت الورقة البحثية لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المشروعات القومية لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل البرية، والتي من أبرزها المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبرى، والذي من المخطط خلاله ضم 100 أتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام بالقاهرة. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن متوسط المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات ارتفع إلى نحو 95 مليون متر مكعب في عام 2022، مما وفر نحو 88 ألف طن من الوقود السائل للبنزين والسولار شهريا نتيجة إحلال الغاز محله. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية استمرار كيانات البترول في التقدم والتطور والتشغيل الكفء لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة. كما أشار الوزير إلى أهمية تعظيم الأداء وكفاءة الإنتاج مع الالتزام وترشيد الطاقة وتطبيق التحول الرقمي، والالتزام بالتطبيق ورفع الوعي المستمر بخصوص تطبيق اشتراطات السلامة والأمن وحماية البيئة وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الاستدامة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17039 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2981 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 وذلك بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4462 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لإشارات من محضر أحدث اجتماعات البنك المركزي الأمريكي، وذلك بشأن أسعار الفائدة بعد أن أدى التفاؤل إزاء الطلب وسط شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار
في الجلسة السابقة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت وذلك بنسبة 55% لتصل إلى 83.61 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75% إلى 96.91 دولار للبرميل، وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.51% لتصل إلى 2.74 دولار لللتر، وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.13% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة العمل لفترة أطول من أجل صياغة مشروع إصلاح نظام جديد للتقاعد، وجاءت هذه التصريحات خلال جولته داخل سوق للمنتجات الغذائية بضواحي باريس، حيث تبادل الحديث مع العاملين للاطلاع على ظروف معيشتهم. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد عبد الله وسحر ناجي، إليكم ومن جديد. شكرا لك ليلى عمر.